بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أود أن أشكر لودوز على هذه الاستضافة الكريمة. أنا سعيد باش نكون معكم ومن خلالكم مع المواطنين والساكنة ديال مدينة بريطرا، باش يكونوا حتى هما على بينة في كل ما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي. في الحقيقة كيف قلتي في السؤال ديالكم، هادو جوج ديال الولايات شنو هي الحصيله؟ والحصيله انا اسمح لي راه صعيب عليا انني نوجزها لك يعني في نص ساعه ولا في ساعه ولا في ساعتين ولا حتى في ثلاثه ديال السوايع، لانه ملفات كثيره وملفات ثقيله وكلها فيها ما يتقال، فيها ملاحظات، اشياء كثيره جات في المخطط ديالهم ما تنجزات. بل اكثر من ذلك، ان المخطط الملكي اللي جا في واحد الظرف مناسب ومواتي ابتداء من 2015 واللي كان من 2015 حتى 2020، هو واللي ترصدت ليه واحد الاعتمادات ماليه مهمه غير مسبوقه، راه 4.5 المليار ديال الدرهم، ماشي ديال السنتيم، راه هي 4500 مليار ديال السنتيم المدينه ديال القنيطره، بحيث ان مدينه القنيطره راه خدات اكثر من 50% من القيمه الاجماليه ديال المخطط اللي كانت مرصوده المخطط على مستوى الاقليم. مع الاسف كاين بعض المشاريع اللي دارت وكاين بعض المشاريع اللي مازال ما دارش الى غايه الان. حنا راه حنا في 21 مازال ما دارش، اما صرفوا النظر عليها او لا راه باقا معطله في الطريق. علاش؟ وكاين مشاريع اللي كان المفروض دار بشكل ولات بشكل. نعطيك نماذج بسيطه. اولا المشاريع اللي كان خصها تكون دابا كان خصها تكون مساليه في 2017 2018 2019 ولا 2020، غادي نجيو غادي نقولوا مثلا المركب الثقافي. المركب الثقافي في 2018 كان كيخصو يكون واجد، بلا ما نقولوا اودي ان هذيك راه ماشي بلاصه المركب الثقافي، راه حرام طيحوا واحد معلمه من المآثر ديال المدينه، وهما غاديين هنا لتدمير كل ما هو رمزي في هذه المدينه. هذيك دار الحليب اللي كانت تما واللي درنا ولا غادي يكون عندنا واحد المركب على 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 خمسه ولا سته ديال الطبقات، في حين انه كان عندنا حقيقه كان بقى واحد المركب اطول من 1900 وما قبل 92، وفيه الارض كان يمكن له تما يكون فعلا هذاك الموقع مناسب. اما لهذا الجهه راه دابا الناس ما كيلقاوش فين يوقفوا. بل اكثر من ذلك، ان حتى الصيغه اللي تقدم بها صاحب الجلاله ماشي هي الصيغه اللي غتكون، لان الواجهه ديالو اللي على شارع محمد الخامس واللي دابا راه حاطه فيها شركه ديال المحروقات، كان كيخصهم يكونوا صفاو مع ذاك الشركه ديال المحروقات، وما عاد جاو عطاوها رخصه اخرى باش تعاد تبني تماك في الوقت اللي هذيك الواجهه سيتو ناس بلاناد، واحد الساحه قدام المركب. ماشي غير هذا الشيء هذا، بل اكثر من ذلك، الميزانيه اللي كانت مقرره ليه هي 8.5 مليار ديال السنتيم. كتعرف دابا بشحال غادي يوصل؟ راه غادي يتعدى 17 مليار ديال السنتيم، راه اكثر من الدوبل. وهذا شنو معنيته؟ انه ما كاينش دراسه، ما كاينش رؤيه، ما كاينش بزاف ديال الحوايج. اذا عاد ولا راه توقف واحد المده طويله لسبب خلاف مع اللذ. هذا غير نموذج اخر ديال المشاريع اللي كانت خصها تكون في بلاصتها وتغيرات لاهداف اخرى. واحد الساحه كبيره في الدخله ديال القنيطره في ذاك الغابه ديال كريتوس فيها شي 17 هكتار كانت غتكون متنفس ديال المدينه، حيدوها ودخلوها وسط لو فالون حدا ذاك العمارات اللي ديال المانا اللي رايبين، على اساس الاخرى دابا راه دوزات شي وحدين يديروا فيها عمارات. راه المشكل ديال المدينه بحال اللي كيقولوا المواطنين، راه ما بقاش داك المدينه ديال القنيطره اللي كنا كنعرفوها في الستينات. حنا ولاد الساكنيه اللي كنا عايشين في داك الجرادي ديال لابيسين وما الى ذلك، راه ما بقاش هي داك المدينه اللي كانت بداك الشكل. دابا اللي غلاب عليها راه هو لو بيطون، فين ما درتي هذا هو الطابع الحقيقي اللي ولا عند المدينه ديال القنيطره. اذا هذا النوع ديال، وكذلك مشاريع اخرى، المحطه الطرقيه كان خصها تكون واجده، ما واجداش، ولكن راه كانت غاديه تكون في السبت ودارت لوطوروت من الجهه ديال السبت باش تولي هي هذيك الخرجه، ولكن من بعد ما بقاتش في السبت لاعتبارات اخرى عاوتاني هذه اللي دخلنا ليه ما غنساليوش. فين جابوها؟ جابوها في الدار ديال ماكدونالد. واش هذيك هي البلاصه عاوتاني ديال 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 المحطه الطرقيه؟ ما هذا موضوع. المركب ديال الصناعه التقليديه حتى هو كان غادي يكون جهه السبت ولا عاوتاني رجع للبلاصه ديال المحجز. المحجز
تو خذ القرار ديال الاقفال ديالو. كنا خدينا داك الارض في اطار المبادله المشهوره ديال داك العماره المشهوره ديال داك الشكل اللي باقي ضايع ديال 408 ديال المليون اللي مع النوطير المعلوم. هادشي راه المدينه كامله عارفه وراه نتوما عارفينه. هذاك خدينا القرار والارض اللي خدينا في اطار المبادله كنا خديناها على اساس المحجز. ها هما دابا كراو عاوتاني باغيين يكريوها، عطاوها الشركه قبل ما يدوزوا في الدوره انهم يكريو ليها باش ديرها محجز. فين؟ في الدخله ديال المدينه من الجهه ديال طنجه. وكنعرفوا الرواج اللي كيكون في الدخله ديال المدينه والسيارات وكذا كيفاش غيبقاو داك الطوبيس يدخلوا ويخرجوا يوميا تما ويقطعوا داك الطريقه هذيك. ولذلك فاش كنقولوا اودي راه واحد العدد ديال هادشي اللي كنقول لك راه غيض من فيض، لانه الا جيت قلت لك نتكلم معاك على المخطط راه ما غنساليوش. ولذلك رحمه انا عطيتك غير بعض النماذج البسيطه من هاد المشاريع اللي واقفه واللي ما مشاتش على اساس انه يمكن تكون عندنا فرص اخرى باش نعطيو التفاصيل ديال هاد. راه ما تقال على هادشي هذا تقال على اشياء اخرى. زعما كان يظهر لي غير لي ما بغاش يحشم هذيك واحد المحطه لا علاقه للمجلس بها. هذاك لو ان سيف باش تكونوا متفاهمين، هذاك لو ان سيف هو اللي معنا والجماعه ما مساهمه فيها حتى بريال. مازال يمكن نجيو نذاكروا على القناطر اللي تصاوبوا او اللي على القنطره اللي باقا واقفه، راه فيهم المساهمه ديال الجماعه ماشي غير لو ماشي غير لو ان سيف. دابا مازال القنطره ديال الاتحاد اللي واقفه واللي خالقه ازمه في المدينه، علاش تعطلت؟ وهي كان من المفروض انه دايرين ليها الدراسه المسبقه كيفاش غادي تنجز وعارفين ان الترانات كيدوزوا. دابا شنو التبرير اللي كيعطيو؟ كيقول لك حق راه كيخدموا غير بعد السوايع، علاش ما كيعرفوش راسهم انهم كانوا غيخدموا غير بعد السوايع؟ على هاد الترانات عاد ولاو كيدوزوا ما كانوش كيدوزوا من قبل. اولا كيقول لك حق ما لقيناش المواد الجائحه، على انت ما يعني المخطط فوقاش بدا عندك؟ ماشي في 2015. إذا كاينة مسؤولية طبيعية ديال لون سيف، ولكن كاينة مسؤولية ديالهم لأنهم شركاء هما في ذاك المشروع، على خلاف المحطة ديال القطار، لا علاقة لهم بها وما عندهم حتى شي يد فيها باش تكون الأمور واضحة. هذيك جهة هذيك قنطرة ها هي بقات واقفة، والقنطرة ديال ولاد بالرجال راها من زمان وهي واقفة وراها باقة واقفة، وخلال الدورة هذه عاد كانوا كيقلبوا كيفاش يخرجوا من شي حاجة من شي فائض باش يبرمجوا الحصة ديالهم للقنطرة. علما أنه راه واحد القضية كانت كدار خلال هذه الولاية من بداية الولاية، أنه راه الممتلكات ديال المدينة راه كلها تحطت للبيع تقريبا. ما عرفناش واش كلها تباعت ولا ماشي كلها تباعت، ولكن بالنسبه لينا خداو لوكي خداو الاذن من عند المجلس باش يبيعوا واحد تقريبا واحد 21 بقعه قطعه ارضيه في اماكن متفرقه واستراتيجيه. وكنا حنا كمعارضه كنصوتوا في البدايه على هذه الاشياء هذه بحسنيه لانه كتجي في اطار توفير السيوله لانجاز المخطط، ولكن في نهاية المطاف يتضح أنها كتمشي لأشياء أخرى أو لا إلا كانوا فعلا باعوها كاملة. هذا موضوع، ولكن راه في الحقيقة راه عاوتاني بان موضوع آخر أسوأ من ذلك، بحيث أنه هذوك الأرض ديال بيلوم اللي كاينة في شارع محمد الخامس اللي فيها هذاك البقايا ديال الآثار ديال المركب السابق، هذاك هذيك الأرض كانت دازت باش تباع وسولناهم لان جابوها في الدوره الاخيره غادي يعاودوا يبيعوها بطريقه اخرى بشكل اخر. قلنا لهم اخويا علاش واش هذه ما تباعتش لكم؟ قال لك لا راه حقا جانا البيع ولكن من بعد بانت لنا فكره اخرى. اي واش درتوا؟ راه لغينا ذاك البيعه وجبناها دابا، وعوض ما نبيعوا كل بقعه بوحدها بالمزاد راه غنبيعوا ثلاثه ديال البقاع تقريبا واحد الكتار ونص جوج الكتار ونص غنبيعهم كلهم فلو واحد، يعني في واحد اللي غادي يديهم اللي غادي يدير تصور وكذا الى اخره وغادي يعطي الثمن هو اللي غادي يديهم. قلنا لهم دابا انتم حتى هذاك حتى هاد المقاول اللي عندكم في المدينه كديروا بيناتهم هذا، اذا هذا شي واحد الغول عاوتاني اللي باغي ندوزوا له هاد العمليه بهذه الطريقه حقيقه اللي هي مثيره هي فعلا في جميع الحالات كيحاولوا شي حاجه اللي بحال اللي كنقولوا حق اريد به باطل، يبروها بشي تبرير ويلبسوها بشي لابوس اللي بان على انه راه فيها المصلحه وكذا الى اخره، بحال اللي داروا لنا النهار الاول في ذاك القضيه ديال اللي هضرنا عليها ديال المبادله، في ذاك القضيه ديال المبادله واللي في الحقيقه من بعد اتضح. لانه كيف يعقل الانسان فاش كيتسال مع راسه فاش كتجي وكتقول انا تبادلت مع هذا وغادي يدير لي الفرق وحطيتيها انه بالاولى للبيع، وخلال الفتره اللي حطيتيها كتقول جوج المرات ولا ثلاث المرات وانت كتنصيها وما كيجي حتى واحد، ومن بعد فاش درتي المبادله وبعتيها غير بداك الثمن اللي حددت لك
قيمتيها بداك الثمن ديال اللجنه ديال التقويم اللي هو 14000 درهم ونص للمتر مربع نظرا للموقع ديالها. من بعد في شهرين تباعت جوج ديال المرات وصلت لي زياده من 18000 درهم. هو فهم انت فهمت سطع كيف كيقول المثال فهمت سطع. وبلا ما ندخل داك بلا ما نزيد نطول في هذا الموضوع، باش نكونوا فاهمين ونحطوا النقاط فوق الحروف، احنا ماشي ضد المدينه، احنا كنبغيو نشوفوا المدينه ديالنا في حله جميله، ونبغيو نشوفوا المدينه ديالنا متقدمه. اولا لا زون فرونش لا علاقه لهم بها، هذا واحد المشروع ملكي باش نفضيو، وماشي في الجماعه ديال القنيطره، في الجماعه ديال عامر السفليه، صافي تفهمنا عليها. اذا هذا موضوع باش ما نبقاوش نخلطوا شعبان مع رمضان، هذا من ناحيه. ولكن الا بغيتي تاخذ وجهه النظر ديالي في داكشي ديال الخدمه، انا عندي ما نقول فيه، راه كاين فيه خلل، راه ماشي ولاد القنيطره اللي كيخدموا، اولا الاغلبيه اللي كيخدموا بنات، هذه الملاحظه الاولى. ثانيا راه واحد فاش كتجي تقلب راه فعلا شنو هي الفائده الاولى اللي استفدوا من الناس خصوصا في الاحياء الهامشيه والشعبيه، وهو ان الناس ولاو كيكريو البيتات لذاك البنات لانهم ماشي بنات القنيطره، الاغلبيه الساحقه ماشي بنات القنيطره، كيجيو كيتجمعوا ثلاثه كيكريو بيت فين ما ماشي سواء في ولاد وجيه او لا في الساكنيه او لا في برنامج كيكريو. اذا نقولوا مزيان، احنا ما كنقولوش ان هادشي ماشي مزيان، في جميع الحالات راه هما ولاد راه مغاربه، باش نكونوا فاهمين على هذا، ولكن كل حاجه كدار في بلاصتها. اش من توسع اللي وقع في المدينه؟ والطرقات راه هما الطرقات اللي كانوا، باستثناء الطرقات اللي دابا في الحقيقه دارت الاعاده ديال الهيكله ديالها مع المخطط، الطريق اللي غاديه من القنيطره حتى غاديه ترسله راه داخله في المخطط، والطريق اللي داخله من الدخله ديال المدينه عاوتاني من الجهه الاخرى ديال العصام راه داخله في المخطط. شنو باش تكون والطريق يعني ومازال طريق اخرى اللي كيخصها تكون لا فوا دو كونتورنمون من ديال الدوره من العصام باش الدور من الهيره مازال ما دارش، حتى هي داخله في المخطط. اذا شنو اللي الطريق اللي تصاوبات من في الظهر ديال الارشاد وغادي على برجان باش تكمل راه داخله في المخطط. اذا شنو اللي جابوا جداد؟ في الحقيقه رانا نتسائلوا، المجلس اللي مشى راه خلى لهم 45 مليار في الصندوق ديال الجزيئه ديال الحداده. قول لي فين مشات هاد 45 مليار ديال الصندوق ديال الحداده؟ طبعا قانونيا انا كنعتبر ان داك الناس اللي سناو لهم من قبل على باش يخرجوا داك الفلوس ما عندهمش الحق، وهذا الشيء راه دارت الملاحظه فيه اللجنه ديال ليكاد. هذاك كيتسمى حساب خصوصي، والحساب الخصوصي ما يمكنلك تصرف فيه حتى كتسد، فوقاش كيتسد؟ حتى ما كتبقى عندك حتى شي بقعه في ديك الجزيئه، وما كيبقى حتى شي اشغال من الاشغال، وكتكون سولديتي يعني المصاريف والمداخل، وعاد كيمكنلك دوزها البرونسفير للدوزيام بارتي ديال الميزانيه، الجزء الثاني ديال الميزانيه، وعاد يمكنلك تبرمجها. هما من النهار اللي جاو هما كيخرجوها بما لاحق مع العمران خارج القانون، وقاس معلوم كيخرجوها بما لاحق مع خارج القانون. هذا واحد الموضوع غادي يجي الوقت ديالو حتى هو باش حتى هو يعاود يزيد يتجبد. ولذلك هما فاش كنهضروا معاهم حنا في المشاكل الحقيقيه كيقول لك واه الحداده درتو وفعلتو، ماشي يقولوا لنا هما اش من مشروع اللي داروا خلى لهم 45 لهذ المدينه، او لا شي مشروع اللي داروا ديال الاسكان حقيقي يستافدوا منه المواطنين. هي كاينه غير المشاريع اللي كانت في اطار محاربه السكن الغير لائق، راه باقي الناس حاصلين فيها نتيجه سوء التدبير، وهذه الحقيقه باش تكون الامور واضحه. راه مازال حتى ذاك البرارك اللي كان خصنا نكونوا مسالينه في 2007 ولا ما عرف شنو هو هذاك مدينه بيون صافي، راه بقات غاديه مجرجره فيها بزاف ديال المشاكل حقيقه. ولذلك باش شي حاجه ملموسه، شوف راه الهضره كتبقى هضره ولكن الواقع لا يرتفع. وانا نسولك اخر نرد لك السؤال، انت راك في القنيطره وعارف القنيطره، واش شي واحد استافد باش تكون راه بقى من غير البقائي اللي كانوا دازوا وتباعوا والعمرار هي اللي كانت كتحصل، لانه اش كيقولوا هما كنتوا كتعطيو البقائي بلا فلوس، واش كاين شي واحد غادي يمشي يسجل بلا ما يعطي لي روسيو ديالو العمران باش تعطيه لا مال لوفي ويمشي عادي يديها للمحافظه باش يسجل؟ يمكن كانوا شي ناس اللي عطاو الدفعه الاولى وما كملوش، كان خصهم يسحبوا ليهم.
وداك البقاعي اللي بقاو ليهم اولا اللي سحبوا الى سحبوا لشي وحدين شنو هي الطريقه باش مشاو؟ هذا هو السؤال. ولذلك خلينا من الهضره هذا من ناحيه. وانت قلتي انهم كانوا كيقولوا غيديروا وشكون اللي حابسهم ياك المسؤوليه كانت عندهم هذه 12 عام باش خداو الملف؟ واش شي واحد قال لهم لا ما ديروش 12 عام؟ شي في الحقيقه راه المكسب ديال الناس عريان، هذا هو المثال. الحقيقه ان الاراك هي وكاله مستقله ديال تابعه للبلديه، ولكن واش راه البلديه راه كتخلص فلوس راه الضوء الاناره العموميه وكذا، راه الا تعطلت راه كيقطعوا عليها الضوء. اذا هذاك واحد البروغرام واحد البرنامج ديال الاراك راه ديال الاراك، وغادي نقولوا ده حنايا راه الثانويات وكذا راه كيتبناو اجي نذكر دابا بغيتي والدي هذاك شاش قلت لك راه هذاك واحد البروغرام راه ماشي دابا عاد بدا، راه بدا من سنوات، راه من سنوات ولي بومب كيتعاودوا ولو ريزو كيتعاودوا وكيتطوروا، ولا راك دار ديكريدي دوليين باش كتنفذ داك الشيء. هذا من ناحيه، وداك الشيء راه كيتصاوب فلوس المواطنين، راه المواطنين كيخلصوا الدم ديال الجوف ديالهم في داك الشيء، وراه وهذا الشيء راه تناقشنا فيه مرارا وتكرارا. راه من بعد راكم كتشوفوا شنو هو ذاك الوقفات اللي كانت على الضوء وعلى الماء وعلى الفواتير وعلى كذا وعلى كذا، وهذا الشيء كله منين كيجي؟ اذا داك الشيء واش كيطيح غير هكذاك؟ شنو باش مساهمه البلديه؟ بشواربها اسمح لي على التعبير هذا. هذاك واحد البرنامج راه غادي، ها هي وقعت مشكله، راه كاينه ملاحظات وقعت مشكله في المارشي دوكرو وطردقوا القوات تما. شنو هو كانت راه جا المدير ديال المديرين ديال الاراك للدوره وكذا الى اخره، وقالوا اودي حنا كنا مبرمجينها من هنا واحد العامين عاد غنعاودوا داك الريزو، ولكن داك الريزو سبقنا فاجئنا فاجئهم. علاش؟ بدعوى شنو؟ بدعوى انه تم الوزينات وكيستعملوا المواد الكيماويه، وبالتالي عجلات لا دوري دو في ديال داك المده ديال العمر ديال الافتراضي ديال داك القوات نقص. واخويا راه في القانون ديال البيئه، وهذه هنا كتجي المسؤوليه ديال البلديه باش نتذكروا على المسؤوليه ديال البلديه، هذوك الوزينات راه كيخصهم يكونوا كلهم دايرين عندهم الوسائل باش يتصفيو داك الماء قبل ما يرميوه في القوات، باش هذا الشيء هذا ما يوصلش، باش داك القنوات وداك الشيء ما ديكراداش بواحد السرعه، باش تكون عندها واحد المده اطول. اذا هنا فين كاينه المسؤوليه ديال 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 الجماعه، المسؤوليه التقصيريه ديال الجماعه خاصها تكون كدير المراقبه. هذاك راه حي صناعي بلدي باش نكونوا متفاهمين، وعلى ذكر الحي الصناعي البلدي حتى هو راه توسيع التهيئه ديالو والتوسيع ديالو داخل في المخطط، وكان خصو يكون بواحد الشكل معين. ودابا بشحال باش غيوسعوه 11 هكتار؟ اش غدير لهم 11 هكتار؟ هذه هي التوسعه، هذو هما اللي باغيين يجيبوا الاستثمار. ما نبقاوش نحكوا على عباد الله، الله يخليك اسمح لي. كتهضر على ليكيوسك، ليكيوسك باش نكونوا متفاهمين، ليكيوسك هذا كيتسمى احتلال مؤقت للملك العمومي، وعنده قوانين اللي كتدبر، وكاين واحد قرار بلدي بحال الناس ديال التحملات مقرر ديال الجامعه صدر وقيله في 2010 ولا في 2011، هو اللي كيصنف هادشي، وهو قانونيا كيخص تكون فيه مداوله، المجلس هو اللي كيقرر فيه، ولكن الرئيس كيتحدى القانون كما كيتحداه بزاف ديال الحوايج اخرى، كيتحدى القانون وما كيطبقش، لانه الماده 92 في القانون 113/14 كتقول ان المجلس يتداول في القضايا التاليه بما فيها التدبير ديال الملك العمومي، وان الرئيس طبقا للماده 94 هو يدبر قرارات المجلس. باش كياخذ قرارات في بلاصه المجلس؟ المجلس اللي كياخذ القرارات من خلال المداوله ديالو، والرئيس يدبر كيصرف داك الشيء هذا. ولذلك انا غنعطيك دابا التناقض فين كاين. هاد الدوره الاخرى دوره استثنائيه جابوا لنا باغيين يديروا مع واحد التعاونيه حرفيه، غادي يديروا ليها واحد المعرض سماوه معرض دائم باحتلال مؤقت وباكشاك مفككه. تصنت معرض دائم باحتلال مؤقت وباكشاك مفككه، فين غيديروه؟ في الباركينغ اللي هي في ولاد وجيه قريب القياده. حنا شخصيا ما صوتش عليه، شكون متفاهمين؟ ما صوتش عليه. علاش ما صوتش عليه؟ لانه الاحتلال ديال الملك العمومي مختص خصهم فعلا يجيبوا المداوله، ولكن ما يمشيوش. البلاد المدينه راه ولات كتعيش مشكله في هذا الشيء ديال الباركينغات، راه في واحد المناطق
متعدده خصك تبقى الدور وتعاود الدور. انا دابا باش نوقف نجي عندكم لهنا راه درت ثلاثه ديال المرات باش لقيت بلاصه. كيفاش انت غادي تجي راه الباركينغ راه هو هو مرفق عمومي تحيدو باش تعطيه لواحد الجمعيه؟ العلاقه شنو هي العلاقه ديال الجمعيه؟ هذا موضوع بوحدو ما بغيتش ندخل في داك الحيطه. ولكن هذا هو الواقع. وفاش كتجي مثلا ومع الاسف راه فين ما كتقرب الانتخابات كيبداو يبانوا هادشي ديال لي كيوسك. 2015 راه كانت القضيه ديال 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 بئر الزهران. اجي نتذكروا على بئر الزهران. بئر الزهران فيها اكثر من 150 كيوسك. شحال من واحد اللي خدام؟ 15 20 30 40. اولا الموقع غير صالح وماشي معقول يداروا على الدار ديال المؤسسات التعليميه لانهم كيقل كيديرونجيو وليدات المواطنين في القرايه ديالهم. وثانيا قرابين وداك المقرر كيقول ان البلاصه اللي ما فيهاش اكثر من 800 متر راه ما خاصش يكون فيها هاد. وجاو من بعد وعدلوا هذا المقرر باش يبقاو يديروه في بلايص اللي مضيقين لانه كيوليو الراجلين خصهم يدوزوا في الطريق. وبالادهى من ذلك القانون كيقول هذاك المقرر شنو كيقول؟ كيشار شنو كيقول؟ كيقول ان داك السيد اللي كياخذ داك الرخصه كيخصو يدير فيها داك الشيء علاش خداها. الا خداها على الخسره خدو يدير فيها الخضره، والا خداها على 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 الحوايج خصو يدير فيها الحوايج. هذوك الناس خداو تما على الخضره لان هذا كلشي راه معروف. السير دابا شوف شحال باقي ديال الخضاره. والقانون كيقول المقرر كيقول اودي هاد الناس الا بغى شي واحد يبدل خصو يجي يطلب الاذن وخص البلد يترخص ليه تعطيه رخصه. دابا هادوك الناس اللي بدلوا المهنه تما واش رخصات لهم البلديه؟ واش حيدوا لهم الرخصه؟ ولا رخصات لهم واش ماشي هذه مشكله؟ انها كتشجع الريع بطريقه غير مباشره. اجي خذ هذا بيعو سير انت عاوتاني وسير بلاصه اخرى وسير كذا. واش هكذا غادي نقضيو على هاد الدوائر؟ راه ماشي هكذا. ولذلك البلديه راه في الحقيقه وكيقول لك فاش كتهضر معاه شي كيقول لك شنو كيقول بعدا داك المقرر؟ شكون اللي كيستافدوا من هادشي؟ ثلاثه الاصناف: ذوي الاحتياجات الخاصه، طلب المعطلين، والناس ديال الفئات الشيء اللي ما عنده ادنى مدخول. وفاش طرحنا معاهم الموضوع كيقول لك حنا ما عندناش باك صاحبي. وراه ما كاين في الحقيقه ما كاين الا باك صاحبي. حنا عندنا نماذج كاينين ذوي الاحتياجات الخاصه اللي عاطين لهم من 2014 ودايرين معاهم شراكات، ومع ذلك ما عمرهم حركوا الملف ديالهم. ايوا كيفاش هذوك الاخرين كيتحركوا الملفات ديالهم؟ وذوي احتياجات خاصه كتشوفوا راه باين وما عنده ادنى مريد وربوا عائله مثلا. هادشي كله كاين. وفاش كتجي كتهضر معاه كيقول لك لا سيدي حنا راه ما عندكناش باك صاحبي. لا سيدي حنا كنقول لك دير باك صاحبي، اعطي للناس اللي هما كيستحقوا في اطار قانوني وفي اطار معقول وفي اطار ديال العداله. ماشي واحد راه الا جينا ندخلوا في هادشي هذا الا بغاو يكونوا واضحين راه نديروا واحد اللجنه ديال ونجبدوا هاد الملفات ديال هاد الناس اللي مستفيدين في الاصل. ونشوفوا بعدا داك لي كيوسك واحد العدد ديال لي كيوسك واش اللي فيها هما اللي مستفيدين ولا كريم. حتى هذا راه موضوع لانه المقرر كيقول لك ان داك السيد اللي واخذو خصو يدي يعلق الرخصه ديالو تما بسميتو وتصويرتو. ولذلك يمكن لنا نقولوا اللي بغينا بفمنا، ولكن راه الواقع لا يرحم. الحقيقه راه ما كترحمش. الملف ديال النقل في الحقيقه طال واستطال. وانا بالنسبه لي شخصيا انا صادقت على صوت على اسقاط العقد السابق، وصوت على العقد على اش كيقولوا على دفتر التحملات بشروط، لانه كنا درنا واحد العدد ديال الملاحظات ولان كان الوقت مزروب قالوا لنا الملاحظات ديالكم كلها مقبوله وغندخلوها فهاد الشيء اللي قال. ومن تما ما عمرهم عطاونا هذاك الكيشارج باش نعرفوا واش داك الشيء اللي قلنا دخلوه ولا ما دخلوش. فاش جينا للعقد ما صدقش. يمكن ما عرفتش انا بعداك شخصيا رانا ما صدقتش على العقد. وعلاش ما صدقتش على العقد؟ هذا راه سؤال كيطرح نفسه بحده. علاش ما صدقتش على العقد؟ للاعتبارات التاليه. ما غنقولش انه راه الصفقه يعني كان خصها تكون مفتوحه وهما داروها ريستران، راه كاينه في القانون. ولكن كنقول اودي راه القانون التطبيق ديالو راه هو اللي كيبعد علينا الشبهات. اولا الصفقه دارت اختاروا هما ثلاثه الشركات هما اللي عز عينوهم، وفي الاخر في الحقيقه وحده شركه وحده هي اللي استطاعت تجيب لهم لوفر كامل. اذا راه ولات بحالها مفاوضه مباشره، راه ما بقاش مفتوح على العموم. هذا جانب. الجانب الثاني الدراسه اللي كانت داروا مع الكرامه اللي كانت مفششه كانت كتقول ان في هذا العام كان خصها تكون عندنا 200
وخمسة ديال الطوبيسات كدور في المدينة. الدراسة اللي دارت دابا كتقول 138 طوبيس فيها 14 ولا 15 ثلث 10% كتبقى في البارك احتياطا والاخرين هما اللي غيدوروا في المدينة على مدى 10 سنوات. والله ديو بزاف شي راه ما مخرج. اذا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التسعيرة. التسعيرة انتقلت من 3 ديال الدراهم الأربعة دراهم ونص، ولكن ماشي هذا بوحدو، راه كاين خطوط اللي تقطعات على جوج. غنقول لك مثلا داك المواطن اللي كان كيخرج من السبت وكيمشي للتيرمينوس ديال علال بن عبد الله ولا من 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 ولاد عرفه ولا من بام واحد ولا من بام جوج ولا من لابيطه، وهذوك اللي كيجيو في الطريق ديالو وكيبغي واحد النهار في السيمانه يمشي يروح على راسو في مهديه وهي المتنفس الوحيد اللي بقى، راه كان كيمشي بثلاثة دراهم. دابا راه خصو 8 ديال الدراهم على الاقل، 3 دراهم ونص في 4 دراهم ونص خصو يشط الطوبيس حتى الثانويه محمد الخامس وعاد يشط الطوبيس الاخر، او لا يشدو حتى ساحه مولاي يوسف وعاد يشط الطوبيس الاخر. والمواطن اللي كان كيجي من ولاد مبارك ومن العنشه ومن المغرب العربي وكذا راه نفس الشيء خصو يشد جوج طوبيسات. شكون هما هاد المواطن؟ راه هادو هما المستضعفين، هادو هما اللي كيخصنا نديرو ليهم الدعم الاجتماعي. هما هادو وهاد النقل الحضاري هو في الاصل ديالو راه دعم اجتماعي. ولذلك فاش كنجيو بالاضافه اذا هذا الجانب بالاضافه لهذا الشيء راه لاول مره في التاريخ اي هذه السياسه ولات كدير كيقولوا هما ولات كديرها وزاره الداخليه. دابا ولات وزاره الداخليه زوينه شحال هذه كاع ما كانت زوينه، انه الجماعه غادي تساهم 50% من القيمه ديال الاستثمار بدل الفلوس باش يشريو الطوبيسات. الطوبيسات داك 138 طوبيس اللي غادي يشريو غتقام عليهم بواحد 26 مليار ونص ولا 27 مليار. الجماعه هي والشركاء ديالها غادي يعطيو 13 مليار ونص ولا 13 مليار و250 مليون ديال السنتيم، راه ما ساهلاش غادي يعطيوها والتزموا بها. وقلنا لهم هادشي راه ما يمكنش. ماشي غير هادشي، واش كتعرف بان الطوبيسات اللي كانوا كيدوروا في المدينه في هاد الشركات الاخرى قديمه كان كل طوبيس كيدور في الاول كانوا كيعطيو مليون ونص على الطوبيس في العام كيخلصوا اوتاوا ضريبه عليه، ومن بعد بقات كتطور جوج المليون وفي اخر صفقه كانت ثلاثه ديال المليون. كتعرف الا درنا دابا انه نقولوا راه غنحافظوا غير على داك ثلاثه ديال المليون راه اكثر من 400 مليون اللي تنازلت عليها البلديه للشركه في العام. يعني شنو هي شحال في 10 سنين المده ديال العقد؟ هي 4 ديال المليار، ولا زدتيها على داك 13 مليار والزياده راه 17 مليار والزياده. كون كانوا هما داروا شركه مندمجه ديالهم ولا شي حاجه من هذا القبيل، ولا كون داروا شركه ديال التنميه ولا كذا، راه كان غادي ما غيكونش عندنا هذا المشكل. بل اكثر من ذلك، حتى هذاك البطاقه ديال التلامذ اللي كيخلصوها ب 80 درهم ولا 90 درهم راه ماشي الشركه زعما كدايره فينا شي فابور، راه لا ديفيرونس الفرق كتخلصوا الداخليه. اذا هذه الامتيازات كامله تعطات للشركه والعثمينه طلعات، وكان كيخصها تبان في هذه العثمينه على الاقل. بما انك عاطيها 17 مليار وزياده وكتاخذ عاوتاني سنويا من عند الداخليه الدعم ديال التلامذه والطلبه، واش راه في الحقيقه ماشي كان كيخص الثمن يبقى غير 3 دراهم، راه كان كيخصو حتى على 3 دراهم ماشي غير يزيد يطلع. وهذا هو الواقع. ولذلك لهذه الاسباب ما صوتناش، وكانوا قالوا لنا ان الطوبيسات غادي هو علاش كانوا قالوا داروا داك الصفقه هكذاك مزروبه ومباشره؟ لانهم كانوا كيقولوا باغيين يوجدوا الطوبيسات للدخول المدرسي اللي هو شو تمبر اللي داز. وقلنا لهم ودي راه هادشي راه ماشي معقول. قال لك لا، وفي الاخر فاش جات العقده قالوا اه صافي راه دابا ما يمكنش، راه غادي يبداو يدخلوا الطوبيسات في يناير. من يناير هما كيجيبوا طريف طريف حتى لجويلي. في الحقيقه داك الصفقه اللي راه كاين غير 15 يوم ديال الفرق ما بين صفقه عاديه وصفقه متسرعه ولا كذا الى اخره حسب القانون ديال الاستثمار. القانون ديال الاستثمار فاش كيكون عندك الكيتشارج جاهز كترميه في الصحافه ثلاثه الاسابيع ديال الاعلان، ومن بعد كتفتح يمكن سيمانه باش كدرس داكشي هذاك وكتربع الصفقه على لينا. لا هادو داروا الصفقه في سيمانه، عيطوا على الشركات عطاوهم الكايت شارج في سيمانه وجاو جابوا لها جابت شركه وحده داكشي ديالها وفضاو معاها. يعني شحال ربحوا؟ 15 يوم. كنتي غادي تدخلهم حتى غيسالوا في الدخول، غيبداو يدخلوا في 15 يناير، كان يمكن لهم يبداو يدخلوا في 15 كانوا غادي يدخلوا في 1 يناير يبداو ولا في الاخر ديال يناير يدخلوا في 15 فبراير
انا كنقول 15 يوم ماشي مشكل، وكانت غادي كاع الشبهات غنحيدو. بل اكثر من ذلك، المواطنين داروا عارضه ديال المراجعه ديال الاسمنة، طبعا لان كان مفروض عليهم يقبلوا نظرا لانها متوفره فيها الشكليات القانونيه قبلوها، ولكن بالاغلبيه الاوتوماتيكيه ديالهم رفضوها. كيقولوا هما حقا دايرين واحد الصفقه متوازنه مع كذا، وهما عندهم صفقه ورا شحال من صفقه داروها مع الشركات الاخرين. شنو كانوا كيديروا فاش كيلقاو مشكل؟ كانوا كيجيو كيديروا ان افنو واحد الملحق وكيصدقوا عليه وكيغيروا فيه داكشي اللي غيغيروا، والقانون وداك داك العقده كتعطيهم انهم يراجعوا. الا بغاو يراجعوا راه عندهم الحق يراجعوا، ماشي ضروري غادي نلغيو الصفقه. ما غنلغيوش الصفقه، غنديروا مراجعه وغادي نديروا واحد الملحق وغادي نصادقوا عليه في المجلس ونرجعوا الاثمنة الحقيقيه اللي هي غادي تخفف على واحد فئه عريضه من الشعب. حقيقة الاختلال هذا الشيء اللي قلت لك راه قليل، راه كاين اختلالات قانونيه اخرى في تدبير في التعامل مع القانون، وهادشي راه كاين فيه ملاحظات ديال ليكاد ديال التفتيشيه ديال الداخليه. اولا انا عاد ترس معاهم مؤخرا هاد الناس فاش قربت سالي هاد المده، عاد ولاو كيديروا خروقات اخرى في تطبيق القانون. مثلا ان اللجنه الماليه ما بقاوش كيبغيو يجمعوها، الاختصاصات ديالها كيعطيوها لجنه اخرى، ودرنا لهم ملاحظه. والقانون واضح، القانون الداخلي والقانون النظام الداخلي ولا النظام ديال هذا واضح، ان اللجنه ديال الماليه كل حاجه متعلقه بالبيع والشراء وبالكراء وكذا الى اخره خصها تدوز في اللجنه الماليه. اش غدير بها اللجنه ديال القطاعات العموميه؟ هذا جانب. الجانب الثاني اللي كيستدعي اللجان هو رئيس اللجنه ماشي الرئيس. الرئيس كيتسلط على جميع الاختصاصات ديال رؤساء اللجان، وقلنا له اودي الرئيس كيطلب استدماء اجتماع ديال اللجنه. اللجنه تجتمع بطلب طبق القانون، اللجنه تجتمع بطلب من الرئيس او من رئيس المجلس او رئيس اللجنه او ثلث ديال الاعضاء ديال اللجنه، ولكن لا يتم استدعاء اللجنه الا من قبل رئيس اللجنه. هذا جانب. المسألة الثانية اللي لاحظوا فيها حتى ليغال في هذا الشيء ديال التدبير، القانون في إطار تحسين وتخليق الحياة السياسية دار واحد المادة ديال أن الأعضاء اللي كيتغيبوا ثلاثة ديال المرات متوالية أو لا خمسة ديال المرات خمسة دورات متفرقة يتم عزلهم، يتم إقالتهم. ودارت الملاحظة وعطات تسميات في 2016، في 2017 كان عندها ديجا ثلاثة ديال الأسماء كان كيخصهم يزيدوا. شنو كان الجواب ديال داك الجماعة داك الساعات؟ قالوا لهم راه حنا غنطبقوا القانون، وراه ما طبقوا حكا، راه غير شي حاجة شي سوء فهم كذا. قالوا لهم راه غنطبقوا القانون، راه ما طبقوش. ودابا راه كاين أكثر من 15 واحد اللي في الحقيقة أخلاقيا لا ما اسمح لي عافيني من هذا الموضوع. لا لا عافيني من هذا الموضوع، لا عافيني من هذا الموضوع. انا ما باغيش لا 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 انا ما باغيش نتكلم في الاسماء، انا كنتكلم هاد الناس الحمله الاصليه ديالهم داروها بتخليق الحياه السياسيه. وتخليق الحياه السياسيه هي خصك تقول للمواطنين شكون اللي ملتزم شكون اللي ماشي ملتزم، والقانون كيفرضها عليك وجوبا كان خصك تقولها. اما انا ندخل في داكشي هذاك، انا عندي المحاضر، لان المحاضر عندي وعارفين، وكنرجع وكان كل دوره كنخرج منها شكون اللي دايرينه بعذر وشكون اللي ما دايرينش بعذر، واخا هذيك القضيه عذر ما عذر كذا حتى هي فيها هضره وكلام. وفي الحقيقه فكرتيني في هذا الموضوع، هذا واحد الخلل في القانون نيت، لانه الرئيس راه كتعرف شحال كيتغيب الرئيس، راه تغيب اكثر من نصف الجلسات ديال الجلسات، ما كنهضرش الدورات، اكثر من نصف الجلسات ديال الدورات ديال المجلس. يمكن يكون عنده عذر يمكن ما يكونش عذر، ولكن الا كنتي غتغيب راه هادشي كيأثر على الجماعه. راه هذا هو بعذر ولا ما بشي عذر. بعدا انا قلبت راه ما كاين لا في المجالس الحكوميه، لا المجالس الحكوميه ولا المجالس الوزاريه تزامنت مع هذاك مع هذاك الاجتماع ديال الدوره. انا جبت كل شيء من الانترنت، ما تزامناتش نهائيا ولا واحد. ايوا فين هذا الغياب؟ وراه ما يقال على الاعضاء يقال حتى على الرئيس، غايقولوا لي لا راه كنقيدوا له بعذر، لا راه كنقيدوا له، ولا راه الجماعه هي الاولى اللي انتخباته. ولا غادي نبقاو نديروا الجماعه غيماطيه باش ندوزوا لبلايص اخرى؟ هذا راه موضوع اخر. نتمناو على الله ان هاد التعديلات اللي غتجي في القوانين تتفضي من هاد الشيء ديال التعدد ديال انت فكرتيني في واحد الموضوع اخر غادي نجبد لك هذا نقول لك اودي. هنا راه ما كيكونش واحد التكافؤ ما بين، اول ما كيكونش تكافؤ ما بين الرؤساء،
لا في التعامل مع الإدارات المركزية، لأنه بغينا ولا كرهنا كيوقع واحد المحابسه. واش كتعرف بأن هذه الجماعة هذه إلا جينا نذكروا على التطور ديال الميزانية اللي هما كيقولوا أنهم بذلوا فيه مجهود وشي حاجة عظيمة غير مسبوقة، لأنه فاش كيهضروا كيقول لك أن الميزانية فاش دخلنا عليها كانت فيها شي 18 مليار ولا شي حاجة تقريبا 21 ديال المليار، ودابا ولات 32 مليار هي اللي كاينة دابا. وأنا فاش درت لي هاد الدراسة ديالي شنو لقيت؟ لقيت أولا أن التطور ديال هاد الشيء في 10 سنين ما كيساويش 5%. 5% أي جماعة كديرها في التطور ديال المداخل ديالها ما كيساويش 5%. وكيفاش بعدا كتعرف بأن لاتيفيا في العام الأول طلعت من 3 ديال المليون ل 8 ديال المليون، الدعم ديال الداخلية لاتيفيا من 3 ديال المليون ل 8 ديال المليون. ولذلك داكشي اللي قلت لك ودي راه ما كيقولش واحد حنا مزيان يجيو الفلوس، ولكن كاين اشياء اخرى. انا ما كنهضرش دابا على المدينه، كنهضر بصفه عامه. راه فاش كيكون عندك وزير واللي خصو يراقبه هو العامل، والعامل اللي هو ممثل ديال الدوله تابع للحكومه، اذن هادشي راه بحال داكشي اللي كيدير هو النيت في الجماعه. كتلقى رئيس مصلحه، رئيس موظف اطار عالي سلم 11 جالس في الجيش الداخل، والرئيس ديالو عنده سلم 6. راه ما يمكنش، راه القانون ديال الوظيفه العموميه ما يمكنش. ولذلك اخلاقيا ومن باب تخليق الحياه السياسيه راه ما خاصش يكون الجمع ما بين هاد الشيء هادو. بل اكثر من ذلك، انا عاود فاش جبتي لي هادشي ديال الموظفين، واش كتعرف بان البلديه ديال القنيطره بوحدها في المغرب، بوحدها في المغرب اللي ما صادقاتش على الهيكله ديالها، رغم ان الداخليه صيفطات لجميع المدن في 2018 الهيكله الاخرى ودارت ان باريم ديال عدد المصالح وعدد الاقسام حسب عدد السكان. وان جمعت القنيطره القانون هاد البارام اللي دارت كي باش ما يكونش واحد تقل على الميزانيه ديال الجامعه، دارت انه جامعه القنيطره كيخص يكونوا فيها اربعه ديال الاقسام و12 مصلحه. كتعرف شحال عندنا حنا في الجامعه؟ عندنا في الجامعه 52 مصلحه وعندنا 17 قسم. ايوا ولكنهم ما دوزوهمش في الدوره، لانه ما يمكنش يدوزو وما غتصدقش عليهم السلطه. ولكنه رغم انه جاتو الدوريه والمراسله في هادشي ما بغاش يبدل هادشي. علاش؟ باش يبقى محافظ على داك الامتيازات هاد المجموعه ديال حنا ماشي ضد الاشخاص انهم يكونوا عندهم امتيازات، ولكن ياخذوها في اطار القانون. دابا هاد الناس كيعطيهم تعويضات، ايه فعلا كيديروا مهام خصهم ياخذوا عليها تعويضات، ولكن التعويضات اللي كيديرهم في تحايل على القانون، لان كيعطيهم تعويضات ديال ديبلاسمون على اساس انها تعويضات عن المهام، وهذا راه خرق القانون، يقع تحت طائله المساءله، باش نكونوا متفاهمين، هذا يقع تحت طائله المساءله. ولذلك قلنا له بل اكثر من ذلك، انا مشيت ابعد، واش كتعرف بان القانون ديال الاستثمار كيحدد واحد اللجنه اللي كيحضروا ليها الاعضاء اللي كيحضروا الممثلين في ذاك اللجنه من بيناتهم مثلا رئيس القسم ديال الماليه ديال الماليه ديال الحسابات. والقانون ديال الصفقات كيقول ان هاد الناس كيخصهم يكونوا معينين، بمعنى ان عنده التعيين ديال الوزير من الداخليه. انا في المجلس الاقليمي راه عندنا المدير ديال المصالح عنده تعيين جاي من الداخليه، ورؤساء المصالح تعيينات ديالهم دازوا في الكونكور وصيفط لهم الرئيس وجاتهم تعيينات مسنيه من الداخليه. وان هادوك الناس اللي كيحضروا لهاد الصفقات وهما ما عندهمش هاد التعيين، راه داكشي حتى هو تحت طائره البطلان. إذا كان فعلا لا غادي يجي التطبيق ديال كذا كذا الى اخره، راه هو تحت طائرة وطلع، هذاك ماشي قانون اللي كيدوز. ولذلك علاش يا خي هذا الاصرار وبزاف على الهاجس السياسي؟ بزاف. راه فاش كندخلوا للجامعه راه ثاني شويه هكذا وشويه هكذا، وراه الهاجس السياسي فعلا مغلب. راه واحد العدد ديال الموظفين، راه حنا مؤخرا طرحنا سؤال في هادشي ديال الموظفين، راه كاين موظفين اللي كيتعاقبوا موظف دار تدوينه في الواتساب في الجروب ديالو كيحتج فيها على الطريقه ديال الترقيه المهنيه. وقفوا بدون موجب قانون وحيدوه، وداروا له ثلاثه ديال العقوبات على خطا واحد، ثلاثه ديال العقوبات، وقفوه عبسوا له المانطا وبدلوا له وبعدوه بدلوا له الخدمه ديالو. معلوم النقابات راهما اخيرا داروا بلاغ، ثلاثه النقابات داروا بلاغ.
واش هاد النقابه ما عايشينش تما؟ راه ما عايشينش تما. يمكن انا عضو مستشار ولكن رانا كنتبع كنطلع. ولذلك عاد ناهيك ناهيك ياك شتي هاد الجائحه. الجائحه شنو هي الميزه الاساسيه اللي غادي تخليها لينا؟ وهو اننا نرجعوا للسلوك ديال النظافه. واش كتدخل المقاطعه الاولى اللي هي الوجهه ديال المدينه كتلقاها كلها زبال. انا مشيت حشمت وسولتهم قلت لهم مالكم؟ قال لك اكثر من سيمانه ما جات المراه اللي غادي تنظف. وعلاش ما جاتش هاد المراه اللي غادي تنظف؟ واش كتعرف علاش؟ راه هما كانوا حادقين داروا واحد الاداه ديال تدبير المفوض ديال الجرادي وتدبير المفوض ديال النظافه وتدبير المفوض ديال كذا وتدبير ولكن في هذا الشيء ديال 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 النظافه ديال المصالح فين كيعيشوا الموظفين كتعرف بانه العيالات ديال الجامعه النص ديالهم راه خرجوا تقاعد وهذاك النص اللي باقي راه زادوا في السن كبروا والجامعات وسعت الخدمه زادت عليهم راه الا قلت لهم راه الا جاتكم من بعد جوج الاسابيع راه ما بحالكم حد هادشي كاع ما كيفكروا فيه بل اكثر من ذلك هو وسائل ديال العمل داك النهار اللي مشيت لذاك المقاطعه على واحد الوثيقه جات مراه كتحتج ليهم عطينا عقد ازدياد مكتوب بالبابي كاربون وما باينش ومشات للكوميساري وردوها قالوا يا سيدي جيبه لينا مكتوب بالستيلو هادشي راه ما باينش ورا الجماعات القراويه كيخرجوهم بالورديناتور الجماعات القراويه في اقصى الجبال كنت مشيت انا في اقصى الجبال كيخرجوهم بالورديناتور واش هذه هي الجماعه اللي واش هذه هي الجماعه اللي الرئيس ديالها كيتذكر على الرقميه وعلى وهذا واقع سير سيدي سير المقاطعه واش غيعطيوك واش غيعطيوك اش كيقولوا وخصوصا في المقاطعه الاولى واش غيعطيوه لك مطبوع بار امبريمي بار اورديناتور ولا غادي يعطيوه لك مكتوب بالستيرو وبالباب داك الا طلبتي لهم ثلاثه ولا اربعه فيهم البابي كاربون اللي ما باينش لانه مهلوك استعمل اكثر من القياس راه هذا هو الوقت واش هذه الظروف ديال العمل هذه الظروف ديال العمل راه ماشي هذه الظروف ديال العمل راه ماشي هكذا غادي يخدم راه الموظف المشرع فاش منع على الرئيس انه يفوت تدبير الموظف لاي نائب ديالو لانه كيعتبر ان الموظفين واحد الجهاز اللي هو اساسي بحال اللي قلت لهم انا في الدوره احنا كمستشارين نحن عابرون ولكن الموظفون راهما العمود الفقري هما الاساس ولذلك الاهتمام بهم هو اللي غادي يؤدي للتنميه ديال المدينه وكنت كنقول دائما واحد العدد ديال الاخطاء داروها راه ماشي الموظفين اللي داروها راه داروها المنتخبين اما الموظفين اللي كاينين محترفين وعطيت في هذه القضيه مثال في ذاك القضيه ديال ذاك الشكل اللي مشى ديال العماره القضيه ديال ذاك الشكل العماره شنو كانوا كيبرروا ليا كيقولوا لي حنا درنا اجتهاد لا الرئيس ولا النائب ديالو درنا اجتهاد شنو هو الاجتهاد اللي داروا حق ذاك الفلوس الفرق اللي بقى قلنا للمطير ياخذ حقه الاتعاب ديالو ويصيفط لينا هذاك الشيء ديالنا حنايا هذا الشيء علاش حقه مشى داك الشكل التريزور ورجع قلت لهم اودي راه عيب تقولوا نتوما دوزتوا ولايه في المعارضه وجوج الولايات والسيد رئيس ووزير وما كتفرقوش ما بين المداخل والمصاريف راه الموظفين اللي عندكم راهم خبراء في هذا الشيء راه ما يديروش هذا الخطا هادو راه ماشي فلوس في جيبك اولا عطيتي لصاحبك شي سلفتي شي حاجه قلتي له وقت داك الشيء ديالك ورد لي الباقي راه في المالية العمومية المداخيل كتدخل وفاش كتحي كتكادا عاد كتبرمجها فين غتصرفها هادي غتمشي لهادي هذا خصني نخلصو هادي غادي يمشي لهادي هذا مشى لهادي راه ما يمكنلكش هاد المعاملة هذا راه ماشي ملك فلوسك في جيبك وكتصرف فيها وصافي هذا راه مالية عمومية ولذلك الحقيقة المرة وهي أن الشيك اللي كان مشى هو داك الشيك سون بروفيزيون وداك الشيء علاش رجع وفيه 408 ديال المليون ومن بعد غبر وكيفاش غبر وهذا راه موضوع حتى هو بوحدو يتطلب المساءله وفي الحقيقه هذا الشيء راه ماشي تال دابا الطردق حنا طردقناه هادي عام تكلمنا عليه هادي عام وغير صدفه طلع تصاطحنا معاه غير صدفه لابد اولا باش ناكدوا ان المواقف ديالنا هي مواقف كتولد عن قناعات بناء على معطيات ظرفيه دابا حنا كننتقدوا واحد الواقع
الواقع في ذاك الظرف اللي واحد العدد ديال الاخوان واخذوني عليه، غنلخصو في جوج ديال الحوايج. فاش كتكون كتنسج تحالفات وكتكون ملتزم سياسيا، راه بعض المرات كتكون عندك تحالفات اللي ما فيهاش غير الهاجس المحلي، كتكون اللي هو خصوصا فاش كتكون هادشي ديال المدن الكبرى كيكون فيها هاجس غير محلي، هذا جانب. والجانب الثاني الحساب ديالنا في ذاك الوقت عطانا اننا ما غاديش نصدق داك الشيء هذاك، كون مشينا في التيار في اتجاه اخر. وراه الايام من بعد اكدت انه كاينين الناس اللي كانوا عندنا برو، بلا ما نجبد السميات غترجع للخريطه وغادي يبان لك انه راه كاينين الناس اللي راه من بعد راه ما طيب. غتقول لي دابا انا ندمت، انا ما ندمتش دابا، انا ندمت بعد اسبوع ماشي دابا. شتي من بعد داز داك العمليه عندي في الدار ديالي بعد اسبوع، لان من بعد اسبوع تنكر لي كل اتفاق اللي تم. ولذلك بقاو الاخوان مجرجرين واحد المده، ومن بعد طيحوا الحساب الاداري وخرجوا للمعارضه. هذا باختصار شديد وبدون اننا ندخلوا في واحد العدد ديال الامور الاخرى. بعد اسبوع وليت كنقول للاخوان انا ما تبقاوش تهضروا لي على التحالف، دبروا راسكم انا خارج تغطيه. هادشي ماشي ديال دابا، والندم راه ماشي دابا، في ذاك الوقت لاعتبارات ديال ذاك الظرف. انا قلت لك فيه جوج ديال لي فاكتور، جوج عوامل، عوامل محليه ما كانتش غادي تنجح، وعوامل اخرى في اطار تدبير التحالفات الوطنيه.